مامة رضوى، مامة رضوى، مامة رضوى. بصي بقى، انتي انا زعلانه من رضوى ليه؟ ونسيت اقول لك لما انتي كلمتيني بعد اسبوع متاخر، بعد كده كلميني في نفس اليوم. النهارده انا بقول لك اهو انا عايزاكي تكلميني، بس انا هسجل لك دلوقتي الفيديو عشان تشوفي بنفسك. ما شاء الله، بصي الابتسامه الجميله. بصي بنتك بقى، الهوم ورك انا دلوقتي ببص على الهوم ورك ده، تنفع الوان دي كده؟ تنفع الوان؟ انتي مشخبطه ليه؟ وهنا فين هنا الحاجات دي؟ مش مكمله ليه كل مثلث باللون بتاعه؟ وطالعه بره ليه؟ سايبه فراغات كتير ليه؟ هنا ايه ده؟ دي ايه دي؟ رسمه ايه دي؟ رسمه شجره. دي رسمه شجره؟ ده منظر؟ طب هنا الهوم ورك ده اللي اتعمل، هو اتعمل حلو اللي انت عملتيه، مش متلون ليه؟ مش انا كاتبه يتلونوا؟ وكذا مره اقول لك يتلونوا عشان كل مره بتنسيهم، كل مره تيجي ناسياهم واقول لك وانت برده ما فيش فايده. ينفع كده؟ ينفع كده؟ عرفتوا؟ ولسه كل ما يحصل حاجه هصور عشان ابعت لماما عشان ما انساش. على فكرة، على فكرة اللي انت عملاه ده يزعل، يعني المفروض الابتسامة دي ما تكونش موجودة، المفروض تبقي زعلانة. ده زعل ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماما بلتني، ماما يا جماعة بجد مامتها بلتني، بس أنا بحبها. وصاية في حاجة تاني؟ لا بس لا إله إلا الله، إيه يا بنتي المنظر ده؟ منظر إيه؟ إيه يا حبيبتي كده؟ ليه؟ لا ده مش، طب نظبط بقى، يعني نظبط حاجتنا القديمة. بصراحة يا ماما أنت بعتلي حتة كتكوتة، كتكوتة بس كتكوتة حد داس عليها، صح؟ صح؟ عارفة أول مرة ما كنت سايبة لها شعرها كله كيرلي وكانت قمر، كان الموضوع مختلف بصراحة. أه ما كانتش مركزة برضو، بس كانت الألوان في الشعر مبهجة، كان شعرها مسيطر على عينيها فمخليها مش شايفة حاجة.